مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. انا لما جبريل هكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقه. الحقيقه احنا النهارده عندنا اخبار كتير وبعد كده فقره، بس قبل ما اقول لحضراتكم تفاصيل هذه الاخبار وتفاصيل فقره حبينا نبدا بصوره مختلفه. الحقيقه ان الصوره من فوق الاهرامات، ده كان فيديو اتصور اخر الشهر اللي فات، الفيديو معانا اخر الشهر اللي فات تحديدا. هي كانت بطولة باراموترز او طيران شراعي مروحي او طيران شراعي بمحرك. المهم انه في كذا شخص اذا كان بلوجرز او رياضيين زي ما حضراتكم شايفين كده، كانوا جايين في بطوله. البطوله دي تبع سكاي سبورتس ايجيبت، ومنظمو البطوله سمحوا، هي ابتدت من الفيوم بس وصلت للاهرامات، هم سمحوا للمتسابقين ان هم يكونوا بالقرب ده من الاهرامات. يعني احد المتسابقين اشار الى انه تقريبا كان بينه وبين الاهرامات متر واحد. حضراتكم شايفين الصورة يعني من فوق الجيزة ومن فوق الأهرامات، وأعتقد أنه مفيش حاجة مبهرة أكتر من كده. بصوا حضراتكم الصورة من هنا تحديدا، يعني هو كأنها جرافيكس، بالتالي أن عمرنا ما حد عاش اللحظة دي من هذا المكان من فوق الأهرامات، والمنظر مبهر. والحقيقه ان انا مش عايزه اقول ان دي احسن دعايه للاهرامات، لانه المفروض ان الاهرامات مش محتاجه دعايه، ولكن هذا النوع المختلف من الدعايه وهذه الصوره المختلفه، انه عندنا رياضه في المكان ده. حضراتكم متخيلين قد ايه الفئه، فئه الناس او السياح اللي حابين يمارسوا هذه الرياضه فوق المكان ده بالصوره دي. يعني انا اعتقد انه مفيش اعظم ولا حاجه مبهره اكتر من كده، يعني كانها جرافيكس. بس هو راجل مصور، واعتقد انه كذا شخص يعني قام بتصوير هذا الفيديو اخر الشهر اللي فات، ونقلا عن سي ان ان يعني انه بهذه المسافه هو ممكن يلمس الحجر يعني، بس كان ممنوع. كان يعني هو حتى صرح انه كان بينه وبين اعلى الهرم متر واحد. حضرتك يعني اعتقد ان دي كانت افضل بدايه نبتدي بيها من فوق اهرامات الجيزه، بالتالي دي دعايه افضل بكثير من الدعايه السيئه اللي حصلت يعني مؤخرا بالنسبه للفيديو اللي انتشر من فوق الاهرامات. لا، احنا عندنا دعايه بشكل افضل برياضه مختلفه ونوع مختلف من الدعايه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الاهرامات مش محتاج، ولكن لما اكون بسوق لهذه المنطقه انه انت بس مش ممكن تيجي تتفرج من تحت، انت ممكن تعمل الرياضه دي او الباراموتر ده من فوق وتصورها بالتليفون، كلنا ماشيين بالسمارت فونز. اعتقد انه هو شيء مبهر جدا. ده كان الفيديو اللي كنا حابين نبتدي بيه، يعني شيء مختلف وشيء مبهر، وطبعا بنفخر بهذه الصور دايما. خليني اقول لحضراتكم قبل ما نبتدي اخبارنا انه هتكون معانا فقره واحده، والفقره تحديدا عن جمعيه التطوير والتنميه. جمعيه التطوير والتنميه بتتخصص في تاهيل الشباب، اذا كان حديثي التخرج او حتى تدريب وتاهيل قيادات بالفعل بتعمل في شركات مختلفه، بتاهلهم لبرامج عمل مختلفه اللي محتاجه السوق المصري من اشغال مختلفه، بتاهلهم لبدايه حتى مشاريع صغيرة ومتوسطة. عندهم كذا برنامج، عندهم أكاديمية الشباب، مركز دعم قدرات المجتمع المدني، مركز اعداد القيادات التنفيذيه، اكاديميه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وده تحديدا برنامج بيأهل الشباب في هذه المنطقة تحديدا، وهي التكنولوجيا المعلومات الاتصالات. ويمكن ده بقى مجال هام جدا دلوقتي، وده المجال اللي كل العالم يعني فيه طفرة، وكل العالم بتحتاج منه العديد من الاشغالات. والحقيقه انه لو الوقت سمح النهارده هنقول لحضراتكم على حرب دائره، يعني هنقول لحضراتكم على وقائع حرب بالفعل موجوده يعني بالنسبه لدول عظمى، حرب من نوع مختلف. يمكن شركات بميزانيات دول، شركات بقت اساس دول بتتسابق كل يوم علشان مين يكون عنده رياده. الحقيقه ان هي خناقه كبيره جدا، يعني ان شاء الله يكون عندنا وقت ننقلها لحضراتكم. ولكن الحقيقه ان احنا مهتمين تحديدا بهذا المجال، مجال التدريب ومجال تأهيل الشباب لسوق العمل، ومجال دور الجمعيات في 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 هذه المنطقة تحديدا، لأنه عايزين نعرف كل الشباب إنه للأسف الشديد في فجوة كبيرة، وأكيد حضراتكم طبعا عارفين في فجوة كبيرة بين أعداد اللي بيتخرجوا عن حقوق من تجارة من كل هذه التخصصات، وبين الأماكن الفاضية في سوق العمل أو احتياجات سوق العمل. لأنه للأسف الشديد ما بقاش كله، أنا مش محتاج محامين بهذا الكم، أنا مش محتاج محاسبين بهذا الكم، أنا مش محتاج مدرسين بهذا الكم. أهمية هذه الجمعيات إن هي فيها برامج تدريبية للي السوق محتاجه، ومش لازم تتخرج من حقوق في 2018 تشتغل محامي، لا يعني ممكن تاخد برنامج تأهيلي يأهلك لوظيفة أخرى، لأن احنا عندنا فجوة كبيرة جدا الحقيقة بين مسألة الخريجين وإن هم مش لاقيين أشغال، لأنه في سوق العمل ما بقاش ده اللي مطلوب. فاحنا مهتمين يمكن بهذه الجمعيات والبرامج اللي بتقدمها والبرامج التدريبية اللي بتقدمها، لأنه احنا محتاجين كلنا ننزل السوق ونشوف إيه اللي محتاجينه ونطور من نفسنا، وما ينفعش عشان أنت خريج حقوق مش لاقي شغلانة محامي فيبقى دي نهاية المطاف، لا الحمد لله إنه دلوقتي في مثل هذه البرامج التأهيلية اللي يمكن احنا بنلقي عليها مزيد من الضوء، لانه ده اللي محتاجينه دلوقتي، محتاجين نشوف السوق بره والسوق جوه محتاج ايه، ونأهل حضراتكم او الشباب علشان يكون عندنا نصغر الفجوه دي. طيب ده اللي هيكون موضوع الحواري لينا النهارده، خلونا نبدا سريعا في ابرز واهم الاخبار على مدار اليوم. البدايه مع زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى النمسا، والحقيقه الزياره بتاتي في اطار المنتدى او الاجتماعات رفيعه المستوى، اجتماعات اوروبا افريقيا. جدير بالذكر انه دي اول زياره لرئيس مصري تقريبا من 11 سنه. النهارده تابعنا طبعا مؤتمر صحفي هام بين رئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين المستشار النمساوي، هذا الى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عديده. ولكن خليني اقول لحضراتكم ابرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، والرئيس كان ليه تصريحات هامه جدا، تصريحات قويه جدا في هذا المؤتمر. الحقيقه انه الزياره ككل ليها اكثر من شق، ليها شق طبعا بشكل العلاقات بيننا وبين اوروبا، ويمكن خلوني اقول لحضراتكم برضو جدير بذكر انه الرئيس الوحيد خلال هذه المباحثات او خلال هذا المنتدى الاوروبي الافريقي او خلال هذه الاجتماعات الاوروبيه الافريقيه اللي بتعقد في النمسا، اللي تم استقباله استقبال اجتماعات ثنائيه او لقاء ثنائي، كأن الرئيس رايح مخصوص لعقد لقاء ثنائيه مع القاده النمساويين، مش فقط لحضور هذه الاجتماعات رفيعه المستوى بين الجانب الاوروبي والجانب الافريقي. هذه النقطه. النقطه الثانية انه يمكن طبعا الزياره ليها اكثر من شق زي ما ذكرت لحضراتكم، اهمها مثلا الشق اللي بيجمعنا بالقاره الافريقيه، وازاي حدث هناك طفره في علاقتنا بعمقنا الافريقي، وازاي اختلفت، وازاي بقى لينا مشاريع، والحمد لله اخيرا ابتدينا طبعا مع الاداره الجديده ابتدينا نستغل هذه العلاقات، واخرها كان مشروع سد روفيجي في تنزانيا. خلوني اقول لحضراتكم على ابرز ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم بينه وبين المستشار النمساوي. الحقيقه انه الرئيس اشار الى انه الاستقرار وارساء الامن في منطقه المتوسط ده بيؤثر بشكل كبير على الاستقرار وإرساء الأمن في أوروبا، وأعتقد أن احنا شفنا مؤخرا أمثلة عديدة على هذه المسألة، قد إيه استقرار المنطقة بيؤثر بشكل كبير جدا على استقرار أوروبا وعلى أمن أوروبا. دي نقطة يمكن كان أكد عليها الرئيس. الرئيس يمكن طبعا تناول ملف الهجرة غير الشرعية، وأبرز ما في هذا الملف استقبال المصريين لأعداد هائلة من اللاجئين، بنتكلم تقريبا عن 5 مليون لاجئ خلال السنوات الماضية استقبلتهم مصر من اللاجئين. تحدث الرئيس أيضا عن شكل المعاملة أو كيفية تعامل الجانب المصري مع هؤلاء اللاجئين. احنا يمكن حتى هو ذكر الرئيس كده، احنا لا تعاملنا معاهم بشكل انه حضراتكم هتقيموا في مخيمات لغايه ما نشوف الوضع هيبقى ايه، ولا تعاملنا بمبدا انه حضراتكم لاجئين ففي وفي وفي وفي، بالعكس احنا تعاملنا ولينا تجربه فريده جدا مع هؤلاء اللاجئين، تعاملنا مع لاجئين على انهم مواطنين له ما له وعليه ما عليه زي المصري، يعني من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث السكن، كل حاجة. الحقيقة أن التجربة المصرية تجربة فريدة جدا من نوعها، ويمكن كان أكد الرئيس على هذه المسألة. أكد كمان أنه خلال 2018 بس استقبلنا 11,000 لاجئ، مفيش قارب واحد خرج في هجرة أو في شكل هجرة غير شرعية لدول أوروبا من على الأراضي المصرية طبعا، لا برا ولا بحرا. ويمكن كان أكد الرئيس على هذه المسألة، مش بس حرصا على أمن أوروبا، ولكن أيضا هي مسؤولية إنسانية، حرصا على حياة هؤلاء البني آدمين مش هقول لاجئين، وهي مسؤولية تاريخية علينا أيضا. والحقيقة كان ذكر هذا الرئيس بالتحديد إنه مش بس هي مسألة ليها علاقة بأمن أوروبا، ولكن ده جزء من مسؤوليتنا الأخلاقية اللي بنحرص عليها. والحقيقة ملف معاملة اللاجئين أو إخواتنا في مصر له علاقة أيضا بجزء من مسؤولية مصر تجاه هؤلاء الأشخاص أو المواطنين. خليني أقول لحضراتكم أنه أكد الرئيس أيضا على التزام مصر بمسألة الهجرة غير الشرعية، وأنه مفيش قارب زي ما ذكرت لحضراتكم. تحديدا خلينا نكون أقرب، وده اللي ذكره الرئيس في 2018، مفيش قارب خرج لا برا ولا بحرا، ويعني دي مسؤوليه علينا، مش بس مساله. انا حابه اكد على هذه المساله لانه فعلا ما بيتقاليش ان في دوله في العالم كان ليها نفس التعامل مع اللاجئين من كل دول العالم، تحديدا في مؤخرا السوريين اخواتنا السوريين والعراقيين. ما فيش دوله في العالم ما ابتزتش الدول الاوروبيه وهي بتستقبل هذه الاعداد الهائله من اللاجئين، ما فيش دوله في العالم ما استغلتش هذه الاعداد عندها علشان لاغراض سياسيه في المجتمع الدولي او ما شابه. ده لم يحدث في مصر بأي شكل من الأشكال، ويمكن دي مصر طول عمرها. احنا بنستقبل اخواتنا من كل مكان في العالم، ما بناخد يعني ما بنتمش او ما بيتمش التعامل معهم على اساس ان هم درع او ورقة ضغط سياسي او ورقة ضغط اقتصادي او ورقة ضغط مالي، بالعكس. ودي تجربة فريدة جدا، والحقيقة كان لازم دايما نفكر بيها الجانب الأوروبي. خلونا نروح نشوف جزء من كلمة الرئيس خلال تصريحات اليوم، نرجع تاني. واحنا في مصر كان لنا التزام اخلاقي والتزام انساني قبل ما يكون التزام امني تجاه المهاجرين او اللاجئين غير الشرعيين، واحنا قلنا قبل كده ان احنا في مصر لدينا ما يقرب من 5 ملايين لاجئ لم تقم مصر لا بالمزايده عليهم ولا بابتزاز اي حد بشانهم. احنا عملنا معاهم على ان هم مواطنين ومن حقهم ان هم يعني ان هم يجدوا فرصه. والحقيقه احنا في مصر ال5 مليون اللي بنتكلم عليهم دول و11000 خلال العام 18 وصلوا موجودين، عشان لم نسمح لهم ان هم يتحركوا في اتجاه اوروبا، ولم يخرج قارب واحد. وانا بقولها بكل التقدير لكل اجهزه الدوله المصريه اللي عملت ده عشان تمنع اي قارب يتحرك من مصر يحمل لاجئين، لان احنا لن نسمح لان الافارقه او اللاجئين يخرجوا من مصر يكون مصيرهم الفقد في البحر. ده التزام احنا ما نقدرش نتحمله امام الانسانيه وامام التاريخ. فانا عايز اقول ان احنا فيما يخص هذا الموضوع تحديدا مصر بتبذل جهود ضخمه جدا جدا. الملايين اللي موجوده عندها في مصر موجوده ليست في معسكرات، وانا بقول لكل الناس اللي بتسمعنا وهتسمعنا، الملايين اللي موجوده في مصر هي بتعيش وسط المصريين ويقدم لهم ما يقدم للمصريين. الموضوع الثاني اللي احنا تحدثنا فيه هو الارهاب وتأثيره المدمر على الاستقرار والأمن في المنطقة وعلى شعوب المنطقة بالكامل. وقلنا يا ترى الإرهابيين أو المتطرفين اللي هيتحركوا من مناطق النزاع هيروحوا على فين؟ يا ترى هنستقبلهم في بلادنا؟ وتأثير ده على الأمن والاستقرار إيه؟ ولا هنسمح لهم إن هم يتحركوا إلى مناطق هشة أخرى ومن هذه المناطق يتجمعوا مرة تانية وينطلقوا بعمليات إرهابية تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً؟ طبعا كان في تصريحات اخرى في هذا المؤتمر الصحفي من مستشار النمسا تحديدا سيباستيان كورتس، اشاد بالاصلاحات الاقتصاديه اللي بتحدث في مصر وتحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايضا اكد ان مصر لديها الكثير من الامكانيات اللي يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الاوروبي، تحديدا هنا جانب النمساوي. اكد طبعا على الكثير من الاهتمامات المشتركه بين مصر والنمسا، اشاد بدور مصر في ملف في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأوضح كمان أن مصر والاتحاد الأوروبي ليهم مباحثات جيدة ومكثفة تحديدا في هذا الأمر. جدير بالذكر أنه النمسا في الوقت الراهن هي بترأس الاتحاد الأوروبي، يمكن هذه الرئاسة هتخلص مع نهاية الشهر، ولكن في هذا التوقيت النمسا هي التي ترأس الاتحاد الأوروبي. خلونا نروح نشوف كلمة أو بعض من تصريحات مستشار النمسا خلال هذا المؤتمر. أعبر عن مدى تقديري للإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر وهذه الحركة والديناميكية التي تحدث في مصر تحت قيادتكم فخامة الرئيس، ونحن على قناعة بأن هناك الكثير من الإمكانات والطاقات الكامنة التي يمكن أن نتعاون بشأنها في مصر، وهناك كذلك اهتمامات مشتركة بين الدولتين مصر والنمسا في هذا الصدد. وأشكر فخامتكم كذلك على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية. الشرعية. فمصر والاتحاد الأوروبي كانت لديهم مباحثات جيدة للغاية في هذا الأمر، وهي مباحثات مكثفة، بل الآن تؤكد مصر أن الأشخاص لن يخرجوا من مصر بشكل غير شرعي إلى أوروبي، وهذه حقيقة في أوروبا مؤكدة. في إيطاليا لم ترد أو يعني يصل إلينا المزيد من المهاجرين، وهذا يساعد أيضا في إرساء المزيد من الاستقرار هنا في أوروبا، وأن هذا يعني أنه هناك بعض من تدمير الخطوط المهربي البشر، وأن هذه الحركة إلى أوروبا بصدد الانتهاء في البحر المتوسط. أشكركم شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذا التعاون وكل أنواع التبادل الذي تحدثنا فيها، حتى في الأمور التي نتفق عليها أو لا نتفق عليها. سعيد للغاية بهذا اللقاء، وأعتقد أن هذا منطلق جيد لترسيخ العلاقات ومزيد من التعاون على كافة الأصعدة والمستويات. الحقيقة أنه كان هناك بوست لرئيس أو تدوينة لرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على الفيسبوك أو الصفحة الرسمية للرئاسة على الفيسبوك يعني، وأشاد بسعادته بهذه الزيارة وبشكل العلاقات التي تربط مصر بالنمسا. ويمكن أقوى مرحلة كانت لهذه العلاقات كانت في حقبة الرئيس السادات، ولكنها يعني زي ما بقول حضراتكم دي أول زيارة لرئيس مصري من 11 سنة في النمسا، ويمكن زيارة مختلفة وزيارة هامة على عدة أصعدة، مش بس زيارة ثنائية للجانب المصري النمساوي، زيارة فيها شق إفريقي وفيها شق أوروبي بالطبع. كان في أيضا تويت للمستشار النمساوي بالسياب الألماني الحقيقة يعني، بس بيشيد طبعا بهذه الزيارة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش هقدر أقول أكتر من كده. في العديد من العلاقات أو مذكرات التفاهم اللي عقدت النهاردة بين وزارتي الاستثمار ومذكرة تفاهم الاتصالات بين وزارات الاتصالات والرقمنة في النمسا. بنتكلم عن مذكرة تعاون بشأن السكة الحديد، ماكينات السكة الحديد، البنية التحتية، اتفاقية بين المشروعات القومية المصرية والجانب النمساوي لإنشاء خط إنتاج في مصر وتوريد المعدات. يعني العديد الحقيقة من مذكرات التفاهم التي أبرمت وعقدت اليوم. طيب ده فيما يخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا. خلونا نروح للأخبار المحلية أكتر والأهلي. ويمكن النهاردة في أول مؤتمر صحفي بعد توليه تدريب النادي الاهلي، النهارده خرج للنور مارتن لاساتي وهو المدير الفني اللي وقع الاختيار عليه لتدريب النادي الاهلي الفريق الاول. هو مدرب من اوروغواي، والحقيقه انه قال بعض التفاصيل عن هذه او مساله تدريبه للنادي الاهلي، انه زي ما ذكر انه الافضل في افريقيا والاعظم في افريقيا، انه سعيد طبعا انه هي هيدرب هذا النادي. والتيشيرت دي انا قريت ان هو اكتر رقم بيحبه رقم 10 او 5 تقريبا 5، وهم عملوا له تيشيرت عليها اسمه عليها هذا الرقم. يمكن اتكلم كمان انه المفاوضات بينه وبين النادي 5 اهو، انه اتكلم كمان ان المفاوضات بينه وبين النادي ما خدتش اسابيع ولا شهور، احنا بنتكلم انه يمكن المفاوضات ابتدت من 6-7 ايام وخلصت على طول، وده لحرصه ان هو يدرب النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه لاسارتي درب العديد من الانديه في اوروغواي وتشيلي والامارات تقريبا، دي كان اخرها. خلونا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ل المدرب الفني الجديد مارتن لاسارتي ونرجع تاني. La historia del club no hace falta que yo la diga, o sea, uno mira una lista de los equipos más ganadores de la historia. تاريخ النادي مش محتاج ان هو يتكلم عنه، لان هو 10 فرق من اكثر الناس حرزا للبطولات من ضمنهم النادي الاهلي. Vengo de un fútbol donde darle oportunidades a los jóvenes. هو جاي من عالم في بيدي فرص للاعيبه الجداد. Es cosa de todos los días. ده بيحصل معاك كل يوم. He sido afortunado, el afortunado he sido yo en realidad. كان محظوظ de haber tenido en el camino, en este caso primero a Luis Suárez. Y después a Antoine Griezmann, ¿no? en realidad los buenos son ellos. Pero sí me gusta, la posibilidad, si veo talento, si veo personalidad, si veo deseo, me gusta darle la oportunidad al joven. El hecho de haber trabajado en diferentes sitios, en diferentes lugares, ha hecho de que uno de alguna manera aprenda a utilizar diferentes formas, diferentes sistemas. Siempre creo, yo por lo menos, que primero están los jugadores y luego el sistema, y no al revés. Seguramente en algún caso será un cambio no brusco, será un cambio que se va a ir dando poco a poco, si es que lo hay el cambio, ¿no? معنا المزيد من المتابعة الناقد الرياضي أستاذ لطفي السقعان. أستاذ لطفي أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يمكن لاسارتي أول مرة يدرب فريق إفريقي، قال كده في المؤتمر، رأيك إيه في هذا الاختيار وفي اللي قاله كمان النهاردة في المؤتمر الصحفي؟ هو قال إنه عايز ينجح في أفريقيا ويسيب بصمة، تجربة جديدة بالنسبة له. شايف إن المجال في افريقيا يتسع مع فريق بحجم النادي الاهلي، وعنده طموحات كتيره، لكن هيبقى في المقام الاول ان اللعيبه بتساعده على تحقيق هذه الطموحات. هو بيتميز بشخصيه قويه وده اللي كان محتاجه النادي الاهلي. مفيش شك ان كمان معاه الكابتن محمد يوسف، هيبقى يطلعوا على كل كبيره وصغيره في الفريق ويضيف له اضافات جديده ممكن هو من خلالها يلم بكل شؤون الفريق في الفترة اللي جاية. وشاف النهارده مباراة النجوم وشاف اللعيبة بشكل قريب جدا. كمان هيشوف ماتش العودة مع بطل اثيوبيا في البطولة الافريقية، فامر طبيعي هيكون عنده المام بشكل كبير جدا على الاقل بالتشكيل الاساسي اللي هو شافه في المباراة. طيب هو كمان كان يمكن تطرق لمسألة الإصابات في الفريق والجدد اللي بيتم التعاقد معهم، قد إيه هيكون ليه دور في كده في اللعيبة الجداد؟ هو طبعا لم يكن له دور في اللاعبين السابقين. هو هيشوف إذا كان في إمكانية للنادي إنه يقدر يتعاقد مع اثنين كمان هو يرشحهم، هو يكون شايف بشكل أكبر قدامه فرصة إن هو يقدر يحكم على المراكز المختلفة اللي هو حابب انه يستفيد بيها. ربما عنده ترشيحات ممكن يضيفها للجهاز المعاون او لكابتن سيد عبد الحفيظ بصفته مدير الكورة وينقله لمجلس الإدارة بشكل أكبر. هم مش مستعجلين بشكل كبير، خلاص احنا في الفترة اللي فاتت كان في تعاقدات أعلن عنها النادي الأهلي. حتى الآن هم الثلاث تعاقدات بشكل رسمي معلنين، ما زال قدامهم تعاقدين أو ثلاثة أو أربعة، ربما تكون ميزانية النادي تسمح بذلك. اللي جاي هو اللي هيحدده بشكل كبير جدا من خلال رؤيته للفريق. هم عكفوا إن هم يدرسوا الفريق بشكل كبير ويعرفوهم المراكز اللي ناقصة إيه والثغرات اللي عندنا إيه. عشان كده هو حتى لما اتكلم في الاصابات فده هيبقى شغل مدرب الاحمال بشكل كبير جدا، لان كان بيؤخذ على مدرب الاحمال السابق زياده الجرعات التدريبيه والاحمال التدريبيه، فبالتالي انتشرت عدوى الاصابات في النادي الاهلي بشكل كبير لدرجه انهم اطلقوا عليه انه النادي الاهلي تحول الى مستشفى كبير لكثره عدد الاصابات في الفريق الاول. في المرحله دي، ويمكن الناس زعلانه جدا على الفريق ومن الفريق، في المرحله دي ايه اللي يقدر يقدمه لاسارتي وايه اصعب حاجه قدامه؟ والله هو القادم اكيد صعب، لان هو مطلوب منه انه يرضي جمهور الاهلي وانه يقدم على الاقل يكسب في الوقت الحالي، ثم يبدا يقدم لهم عروض كويسه ويقدر ينافس في البطوله الافريقيه ويبدا ينافس على الدوري وينافس في الكاس. فهي مطالب كتيره جدا، والراجل جاي بيتحمل مسؤوليه في وسط الموسم، امر طبيعي جدا ان هو يا هياخد الامور خطوه خطوه، يا هيبدا يتعامل مع الكابتن محمد يوسف في حسم الامور اللي هي تقدر تديله معطيات الفوز على الاقل في الفترات اللي جايه، اللي هو يقدر بيها يكسب ثقه الجمهور الاهلي، ويبدا يحط بصمته في الفريق تباعا. يعني هو الراجل مش هيملك عقد تحرير ان هو من اول ماتش ان هو هيغير في الدنيا كلها، لا، امر صعب طبعا. ان في هيكل فريق موجود، في سيستم ماشي عليه الكابتن محمد يوسف من فتره، حتى فتره ما قبل رحيل الفرنسي كارتيرون عن النادي الاهلي، فامر طبيعي ان التغيير ده هياخد وقت معاه. اما يكون التغيير مرحلي وده الافضل، لكن التغيير مره واحده بشكل واسلوب وطريقه الراجل ده هيتوقف على الضغط المباريات اللي موجوده في الكره المصريه، لان حضرتك اللي هيخلص دوري هيروح يلعب في اثيوبيا، ويرجع من اثيوبيا يدخل في الدوري ويدخل في مؤجلات. النتائج حاليا يا استاذ لطفي بقت افضل، ولكن النتائج على النطاق بقى الافريقي والعربي برايك ممكن يعمل ايه فيها؟ وعايز اسال على حاجه ثانيه، هل كونه اول مره يدرب فريق افريقي، الكره الافريقيه اكيد مختلفه، هل هيفرق معاه ومعانا؟ طبعا اكيد هو بالنسبه له عايز ينجح، وبيشوف المباريات الافريقيه هيتعامل معاها ازاي، عشان كده هو بعيد عن ماتش الاثيوبيا، ماتش العوده مع بطل اثيوبيا، وهيسيب القياده الفنيه للكابتن محمد يوسف ويستلم هو بعد عوده الفريق من اثيوبيا ان شاء الله. المراحل اللي جايه امر طبيعي هيبقى عنده وقت فيها ان هو يفكر في تباديل وتوفيق وتجهيز واعداد وشراء لاعبين، فدي هتختلف معاه، هيبقى عنده مساحه ان هو يقدر يقف على رجليه. لكن ما اقدرش اقول ان هو حتى لو الفريق بيكسب ده مكسب معنوي، اللي انا اقدر اضيفه ان ده مكسب معنوي لا يرقى لمستوى ان انا ابقى مطمن على فريق في بحجم الاهلي في الدوري. لكن المكسب بيجيب مكسب، والامور بتمشي بشكل كبير، لكن في النهايه ده ما يطمنش ان النادي الاهلي يبقى منافس قوي في بطوله افريقيا، ما يطمنش النادي الاهلي يبقى عنده حظوظ في بطولات جايه، خصوصا بعد خروجه من البطوله العربيه على يد الوفد الاماراتي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ لطفي السقعن الناقد الرياضي. خلونا قبل بس طيب معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. بس في البدايه حابه اعرف من حضرتك، يعني مع وجود المدرب الفني الجديد واللي يمكن الجماهير في كل حته كانوا مستنيين هذا التغيير، هل احنا متفائلين في النادي الاهلي تحديدا بالفتره اللي جايه؟ ايه اللي مستنيينه منه؟ يعني الحمد لله، طبعا هي كانت فتره بالتاكيد فتره مش سهله، وفتره فيها شويه تعاقبات كتيره قوي، سواء كانت على مستوى الاصابات او الغيابات او البعد حتى عن الامور الفنيه، لكن الحمد لله رب العالمين كان عندنا صفات بيتحلى بها اللعيبه، المكسب والاصرار والعزيمه والروح. كانت مرحله صعبه بالتاكيد، خضنا فيها حوالي 6 مباريات او 6 مباريات بالظبط، يعني فاضل لنا مباراتين او 3 في المرحله ديت، وبعد كده من خلال اللعيبه المميزه اللي موجوده، من خلال الرجعيه من الاصابات، من خلال التدعيمات اللي هنعملها، فاحنا هنقدر بالشكل اللي احنا عايزينه ومنتظرينه. بما يخص الملف المدير الفني، احنا تعاقدنا مع مارتن لاساتي طبعا بالتاكيد، وان شاء الله احمد باذن الله يبقى موافق معانا. يمكن هو النهارده كان في مؤتمر الصحفي، هيسافر بكره، هيرجع اورجواي، وبعد كده هيرجع لنا يوم 28 ان شاء الله. يعني كلنا في مساندين ليه، و بالتاكيد في ظهره، وان شاء الله الرحمن نوفق مع بعض ونعمل حاجه كويسه تحقق للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اهدافها وطموحها. طيب المدربين اللي بينتموا للمدرسه الاوروبيه حققوا نجاحات مع النادي الاهلي، هل احنا مش قلقانين من التغيير ده؟ لا، يعني مش مساله تغيير، انا من قناعاتي الشخصيه وتقييمي، يعني المهم المدرب يبقى عنده سواء على المستوى الفني او المستوى الشخصي، عنده قدره على السيطره على اللعيبه، عنده قدره التعامل مع النجوم، عنده قدره في اللعب بتكتيك معين او طريقه لعب معينه تتناسب الامكانيات اللي عنده او القدرات اللي عنده، بغض النظر عن الجنسيه بتاعته. بالعكس، انت ممكن تاخده لمدرسه جديده، المدرسه اللاتينيه دي مدرسه مش عايز اقول انها جديده، هي مدرسه هي راسخه في العالم كله، لكن في النهايه في مصر ممكن مع النادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، لكن الراجل ده عنده سي في محترم، عنده رؤيه كويسه، عنده مشوار جيد جدا، عنده صفات كانسان كويسه جدا تليق بالنادي الاهلي اللي هو دايما بيدور على الشخصيه قبل كل شيء. ممكن يبقى عندك قدرات كويسه وممكن يبقى عندك امكانيات كويسه، لكن الشخصيه ما تستحملش الضغوط اللي بيتعرض لها الاهلي، الفصل ما بين البطولات سواء كانت محليه او قاريه او عربيه، فبالتالي انت بتدور على الشخصيه اللي تقدر تتعامل وتتناسب مع النادي الاهلي. أنا عايز أسأل يا كابتن، يعني لاساتي أو كابتن لاساتي، أبقى مين من الجهاز الفني وشكل التغييرات رايحة لفين في الجهاز الفني الحالي؟ إحنا أعلنا انقطاع الكورة امبارح، يمكن هو الراجل فيه مساعد معاه، لكن المدرب العام كابتن محمد يوسف موجود، كابتن سامي وصال موجود، هو معاه مدرب أحمال، كابتن حكيم عبد الله موجود، كابتن طارق سليمان مدرب حراسة المرمى موجود، مع استمرار أهلا وسهلا. الله يخليك. مع استكمال باقي الجهاز الطبي والإداري. طيب، واخبار الصفقات الشتويه والصفقات الجديده ايه يا كابتن؟ قطعنا خطوه كويسه ومشينا بشكل كويس، يمكن خلصنا محمد محمود من وادي دجله، خلصنا محمود وحيد من مصر المقاصه، خلصنا جيرالدو من اول اغسطس، في 3 صفقات عندنا مجموعه من اللعيبه لسه بنتفاوض معاهم، خدنا او مشينا او وصلنا لخطوات متقدمه، ان شاء الله الرحمن تكمل على خير باذن الله. المجموعه دي تقريبا قد ايه يا كابتن، وقد ايه في تدخل من لاساتي في الصفقات الجديده كمان؟ نعرض عليه الاسماء وان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين في الحائل الاجراءات ديت. قد ايه ده مهم جدا في الفتره اللي جايه، قد ايه مهم عوده المصابين كمان، يعني ده مهم جدا سواء كان على مستوى اللعيبه اللي موجوده حاليا او عوده المصابين او اللعيبه اللي هيتم تدعيمها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. خلوني قبل بس ما امشي من الأهلي ومن اللي بيحصل في الأهلي، كان في جدل ابتدى على السوشيال ميديا بعد ظهور محمد صلاح كعارض أزياء، والحقيقة هو مش عارض أزياء بس، يعني فوتوشوت، فوتو سيشن، جلسه تصوير لنجم لسيلابرتي، هو يعني هو محمد صلاح بقى سيلابرتي دلوقتي طبعا بره. يعني الحقيقه انه الناس طبعا ابتدت تتكلم على الازياء او على اللبس، بس اعتقد انه دي مساله طبيعيه، انه دي فوتو سيشن او جلسه تصوير لنجم لسيلابرتي زي محمد صلاح بره، فاعتقد انه مساله الفاشن او اللبس يعني مش غريبة، مش يعني أنا بتهيألي البوستس هتبتدي تنزل على فيسبوك تريقة والغربة غيرتك يا صلاح وكده، بس يعني الحقيقة إنه مجلة بحجم جي كيو لما تجري حوار مع محمد صلاح وبتحتفل معاه بأسبوع مليان بالانتصارات هيكون بهذا الحجم وبهذا الشكل تحديدا. كمان كان في بولوفر، صورة نزلت ببولوفر شكله مختلف أو سواتر شكله مختلف، بس خليني أقول لحضراتكم إنه بره في هذا التوقيت، توقيت الكريسماس وتوقيت النيو ييرز، السيلبرتيز او المشاهير بيلبسوا سويترز او بولوفرز شكلها غريب وشكلها يضحك، يعني كل ما كان شكله يضحك وشكله غريب اكتر يبقى هو ده، يعني هو ده اللي مطلوب في هذه الفتره. في صوره من الصور ببلوفر كده وهي ابتدت على السوشيال ميديا، ابتدت تنزل خلاص على فيسبوك، بس حبيت اوري لحضراتكم الفوتو سيشن محمد صلاح وبس اوضح هذه النقطه، انه هم بيتعاملوا دلوقتي وهو محمد صلاح اصبح سيلبرتي، مش فقط لعيب كوره مختلف ولعيب كوره متميز ومن افضل لاعبي كوره في العالم، ولكنه هو سيلبرتي. فاللبس اعتقد يعني، بس قبل ما نبتدي الحفله على السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي، هي مساله عاديه جدا كمان في مجله زي جي كيو. طيب خلونا نروح فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل اللي هنكمل بقيه اخبارنا، يكون عندنا ملفات اخرى كالمرور وكالضرائب، متابعه للصحه طبعا، وبعض المواضيع او الملفات الاجتماعيه الغريبه اللي حصلت. اتفضلوا.